السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الحلقة الثانية من لعبة صراع العروش أو حماية العرش من السقوط. طبعا المقدمة هذه للمرة العاشرة تقريبا أسجلها، فزي ما أنتم شايفين أنا لعبت وتقريبا أخذت 20 دقيقة وأنا أصور، وطبعا انهزمت، ولكن كل تعبي هذا راح بسبب انه كان في مشكله في الصوت، فاضطريت اني اعيد لكم من جديد. فقبل ان نبدا المقطع يعني يا ليت تقدروا التعب هذا لايك واشتراك وتنشروا لاصحابكم. خلونا نبدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول بلاي من جديد، ونختار الرمح، ونختار الميزه هنا بالضبط ايش اللي نختاره. ممكن يور كلاينت 150 هيلث، اوكي يا رب انه هذا شيء كويس. ما هختار من المهارات هذه، او ممكن اختار منها ديل دامج. اوكي هذه تعطي دامج حلو، فخلونا نبدا ان شاء الله المره هذه نفوز، ان شاء الله ما يكون في مشاكل في الصوت ولا في شيء. فبسم الله الرحمن الرحيم، نبغى البدايات تكون دائما انه نجمع ذهب. طبعا انا احتاج الان، خلوني ابني بيت، بيتين يا سلام، ونقول بسم الله نبدا اول ليله. انا احتاج اجمع ذهب بصراحه، ما شفت انا من فين بيجوا. لا معليش اخترت رمح، انا ما ابغى اختار رمح. لا معليش انا بعيد بصراحه، انا ما ابغى الرمح ابدا، ما ابغى. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بدايه جديده. اوكي نبني اول حاجه المستعمره، ونبني لنا اول بيت، ونبني ثاني بيت، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بيجونا ثلاثه من هنا، ايزي يا حبيبي. رمح رمحين ثلاثه، واعطيه الرابعه 2 3، واعطيه الرابعه بس تكتمل. حلو ايزي ايزي ايزي، ولا شيء ولا شيء. اعطيني الذهب، راح اطور البيت على طول. يقول لك يا طويل العمر every morning يزيد الليفل البيوت ويدخلنا ذهب. انا صراحة فشلت اول مرة لما حطيت انه يزيدني 75 هيلث و 75 اتاك دامج، بس اعتقد المرة هذه خلونا نركز على الذهب اكثر شيء، وان شاء الله انه يخدمنا. خلاص نبدأ ان شاء الله ان المرة هذه كمان اقدر عليهم، راح يكون في ذهب في المرة الجاية. انا احاول اسحبهم. اوكي ما شاء الله البيت شغال معايا تمام. حلو ما يوصلوا ما يوصلوا ما يوصل ما يوصل ما يوصل ما يوصل ولا شيء ايزي. شوفوا والبيت يتطور، هذا اللي يفيد. الان عندنا 8، كل اللي نحتاجه انه نبني السور. 4 و3، خلينا نبني واحد هنا، ونحط لنا بيت كمان، ونجيب لنا بيت كمان. يا سلام، ونتوكل على الله. انا مركز على ذهب اكثر من اي شيء ثاني، يعني الذهب هو ان شاء الله اللي بيساعدنا. اوكي لازم ننتبه، ما توصل ما توصل ما توصل حبيبي ما توصل، ما تهد ما تهد، ما يمديكم ما يمديكم، ما حتقضوا عليه. انتهى انتهوا انتهوا انتهوا، ما شاء الله تبارك الله الذهب قاعد ينزل بشكل حلو. فدام البيت قاعد ينزل بشكل حلو الذهب، نقفل هنا. و بصراحة المطاحن لسه بدري، اعتقد انه لو اطور هذا 5 وابني لي بيت جوا هنا كمان، لان حرفيا هي اللي حتعطيني فلوس. ونقول بسم الله ان شاء الله نقدر عليهم. والله بس ما شاء الله بيجوا من كل مكان، من فين بيبداوا؟ بيجوا من هنا، خلونا نركز عليهم من بعيد. اوكي حلو شغالين على اللي فوق، انا شغال تحت وفوق ولا شيء. ايزي 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 حلو
حلو حلو حلو، بس والله صلخوني. شوفوا شوفوا الذهب، شوفوا الذهب اللي قاعد ينزل. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم، خلوني اهلث. اوكي اطلع اعطيهم ضربه ونحاش يا حبيبي ولا شيء. ايزي 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 ايزي. اعتقد انه حان الوقت اني انزل جنود. اوكي احتاج الجنود، وكمان اوه اللي جايه هذه جدا خطيره، اللي جايه جدا خطيره، فخلوني عشان لا انسى اني اطور البيت. احتاج والله ما ادري اجيب جنود ولا هذه. خلوني هذه احطها واطورها من الان، وابني بالباقي بيوت. الله يستر، لان هذه جدا صعبه. تعالوا خلوكم هنا، لا هنا، هذه جدا صعبه، فنحاول ان شاء الله. حلو، ما توصل ما توصل. هنا 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 هنا. حلو 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 حلو. الى الان الامور طيبه، لكن لسه هذه مره خطيره، فنحن لها ولا شيء. ايزي 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 ايزي، مع انها والله كانت صعبه جدا، لكن نحاول نركز اكثر. اوكي الان ما جبنا والله الذهب المطلوب، وجايين من تحت. البيوت تقريبا كلها تطورت، خلونا نطور البيت هذا. باقي عندنا 10، فين نقدر نحط دفاعات؟ بأبني المطحنة بصراحة، نخليها مطحنة تفيدنا. اوكي ونسوي لنا هنا دفاعات، ونبني لنا بيت هنا، ونطلع جنودنا اللي هنا. تعالوا يا كباتن خلوكم هنا على طول، انا ابغاكم في المقدمة. اوكي الهجوم السادس من اصل 12، ان شاء الله نقدر عليهم. خلوني اشوف الامور طيبة، هم ما في الا من تحت بيجوا، ما لحقت اضربهم. اوكي جنودنا ماتوا، انا انتبه من حقين الرمح هذول اللي اشغلوني. اوكي حيقضوا حيقضوا عليها. شت 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 شت. المحاصيل لا، المحاصيل لا، والله ما كان ابغاهم على المحاصيل، لكن ايش اسوي. اوكي انا عندي تايم اوت، لا لا بس ان شاء الله نقدر عليهم، يعني ان شاء الله نقدر عليهم. اوكي ايزي 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 ايزي، نقدر عليهم. المشكلة اني ما اعطيهم الضربة صح انا. اوكي بس ما استفدنا من هنا للاسف الشديد. 17 بقي لي تكة يا جماعة الخير. طلع جنود، احس ان هذول اقوياء بس بطيئين. نطلعهم. ايش انا احتاج؟ احتاج دفاعات. اوكي هنا في حلو، لان البيوت ما شاء الله تبارك الله حتدخل لي فلوس، بس احتاج دفاعات. المنطقة هذه خلاص ما اقدر اسوي شيء، خلوني اطور هذه. حلو اوكي جاهزين جاهزين، يلا المرة هذه حيكون الهجوم جوي، فنكون هنا بس. تقريبا هذه مرحلة استعدادية انه نحصل فيها فلوس للمرحلة اللي بعدها، فلازم نكون مستعدين للمرحلة اللي بعدها. هذه ايزي 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 ايزي. ما اسرع ما هدوا بيت. ياه 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 يا ذهب. 19 واحد بس بقي لي واحد. شوفوا بخليها للجولة الجاية، ما حسوي شيء الجولة هذه. تعالوا انتوا هنا.
انتو انتو تعالوا تحت الثلاثين اللي بيجوا من هنا، وانتو يا حبايبي تعالوا هنا معايا. هنا في بشر بيجوا بيدمروا هذه بصراحة، لكن يا رب والله ان هجوم خطر. يعني قلت لكم هجوم خطر، هجوم خطر 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 والله الهجوم خطر. اللي تحت ماتوا ما شاء الله ما شاء الله، اللي تحت ماتوا مرة بطيئين مرة بطيئين، احس اني غلطت فيهم. ما استفدت من المطاحن بصراحة لاني ما حميتها، طول ما اني ما احميها ما حستفيد شيء. هذول مرة اقوياء. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، شكلها النهاية. لا لا لا، مو النهاية مو النهاية مو النهاية، النهاية اللي بعدها. اوكي جمعت 42 42 جولد. طور يا حبيب البيت طور. ايش هذا؟ 30% اتاك دامج فور يو. يا حبيبي حط هذا واعطيني من هذول زيادة. اوكي ايش اقدر اطور؟ هذا بكم يتطور؟ ب12. يا حبيبي طوره، ما عندنا مشكلة، احنا اهم شيء عندنا انه نحمي قد ما نقدر. جوا ما اقدر ابني شيء، باقي لي 2، خليني ابني برا البيت هذا. هذول غلطة والله، هذول غلطة، ما اقدر استبدلهم. لو اقدر لو اقدر استبدلهم كان استبدلتهم، بس ما اقدر. الهجوم راح يكون من كل مكان، فما ادري المرة هذه حنفوز ولا منفوز، لكن حنشوف. يلا وبعدها نسوي دفاعات. كم الحين الهجوم؟ 9. شوف 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 الهجوم من فين جاي، من كل مكان من كل مكان جاي. الله يستر. اوكي الدب هذا انا قضيت عليه، خلاص 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 يعتبر ميت. حلو 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 حلو. اوكي هذول استلموا الدببة. حلو، لا تدمروا لا تدمروا المطاحن، الله يرحم والديكم، انا بحاجتكم. انت انت تعال هنا. حلو والله ما خليناهم يعدوا ولا شيء. ايزي ايزي ايزي. حلو 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 حلو. سارت القلعة ترش رش يا جماعة الخير. شوفوا الذهب اللي قاعد يجي، الذهب اللي يجي بعد كل جولة. حرفيا نأمن نأمن نفسنا. وهذا هنا، يا سلام ما اعتقد في تأمين احسن من كذا. وخمسة هنا وخمسة هنا ولا شيء يا حبيبي. وهنا طلع لي كمان جنود، هات لي ابو سيوف هذولا. باقي 3 نبني لنا بيت هنا ونتوكل على الله بإذن الله. الجولة هذه لنا خلاص. انتوا هنا خليكم، وانتو يا حبايب قلبي تعال 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 تعالوا كلكم تعالوا هنا. حلو، وانتو تعالوا لي هنا. ان شاء الله ان شاء الله ان هذه لنا، ما عاد فيها كلام. حمينا حمينا. يلا بسم الله. شوفوا شوفوا كيف الحرق، شوفوا من تحت خلاص موضوعهم منتهي. انا احتاج بس ادافع مع دول اللي فوق. اوكي هذول امورهم تمام، هذول امورهم تمام، والله كلهم امورهم تمام. لو ادري كان زدت الحقول، لان حرفيا ما هم ماكلين عيش معه، ما هم ماكلين عيش معه. نحتاج نحمي من الناحية الثانية. خلونا بس لما انتهي اوريكم فين اقصد. بسرعة بسرعة. دول جول ال، تعال 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 رمحين تعالوا هنا. لا يكسروا لا يكسروا شيء.
ولا كسروا. لا 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 اي انا اقول ما وصلوا، وصلوا الناس. اوكي اوكي انا قلت الناس ما وصلوا لكن وصلوا للاسف الشديد. اوكي في فلوس ولا لا؟ اوه 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 اوكي 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 الجهه هذه تحتاج حمايه، نحط حمايه من هنا. 6 و6 12. اوكي نحمي مع الجوانب ولا من قدام؟ من قدام. هذه 6 بعدين نفكر مع الجوانب. خلونا نزيد جنود. حلو 9. ما حد بيجي من الجنب هذا، فرصة انه نطور هنا. اوكي نطور المكان هذا. هذه حق جنود زيادة. اوكي باقي 2. نحتاج بيت، اذا امكن نسوي بيت. ما اعتقد ما نقدر نسوي بيت. هنا في حماية. اوكي هذول جدا ثقيلين هذول، انا اقول لكم من الان غلطة غلطتهم للاسف الشديد. نخليهم عند الباب. تعالوا 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 انتوا هنا عند الباب، انتوا خليكم، انتوا مورم، انتوا سيافين. تعالوا كمان هنا، وانتوا يا رمح ابغاكم تظلوا هنا متمركزين عشان الهجوم كله بيجي من هنا. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقعد معاهم من جوا السور، مو خوف ولكن حماية. حلو ما يعدوا ما يعدوا. حلو ولا شيء، اي احد يعدي من هنا على طول يرش. حلو الى الان الامور تمام، انطحنوا. يلا يلا باقي اللي هنا هذولا. يلا ابعد 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 واجي اعطيهم، ابعد واجي اعطيهم، ابعد واجي اعطيهم. حلو حلو استلموهم استلموهم. يا سلام يا سلام، هذه هي الخطة، هذه الخطة كذا يا جماعة الخير الاستراتيجية، كذا رسم الخطة. ما أكلوا عيش للأمانة، خلاص انتهى موضوعهم. شكرا ما قصروا. فلوس فلوس 43 يا جماعة. المرحلة هذه مرحلة استثنائية، يعني زي اللي يقول لك بعدها راح يجي الهجوم الأخير، فدام مرحلة استثنائية خلوني أطور هذا وأطوره كمان حبة، هيعطيني فلوس الآن بعدها. بس أنا كل اللي علي إني بس أجهز نفسي كذا، هذا بس عشان أدخل لي دخل زيادة. أوكي عشان بس جولة كذا سريعة بتعدي ويجي الراوند الأخير. هذا الراوند الأخير يا جماعة الخير، أو الراوند اللي قبل الأخير. شوف ما أحتاج، ما حطلب توزيعهم، في النهاية حنقتل العدد هذا بس، وبعدها هذول مرة بس. شوفوا تجيني الفلوس قديش، 68. هذا الهجوم الأخير يا جماعة الخير، يا نكون يا لا نكون، هذا الهجوم الأخير. فراح أطلع بصراحة الهجوم الأخير هذا شوية حيكون متعب. هذه 15 و15 30. راح أطلع أطور هذه 30 اللي جوا هنا. اوكي وهذا كمان راح اطوره، ولا من الناحية الثانية راح اطور هذا كمان. حلو ما ابغى يكون باليستا لانه بيكون ضعيف، وراح ازيد الجنود اللي هنا برضو 16، ولا اطلع جنود زيادة. خلوني اطلع حق الرمح واطورها كمان. حلو قد ما نقدر نبغى جنود. باقي عندي 26 26. خليني اطور اللي هنا واطور السور من هنا.
باقي عندي 14 طلع لي من دول زيادة. باقي عندي 6 ايش ممكن تفيدني؟ في ايش ممكن تفيدني 6؟ في ايش ممكن تفيدني؟ ما عاد في شيء اقدر استفيد منه من 6 هذه اللي معايا. تقريبا كذا مستعدين تقريبا. اوكي هنا حلو، نبني، نخليها فخ، غير كذا ما اقدر ابني شيء صح؟ الوضع مرعب، حرفيا الوضع مرعب. فيا نكون يا لنكون، فراح اطلع جزء من هذول. تعالوا تكونوا هنا عند الباب. ايوه خلكم، انتوا مره بطيئين، هذول مره لكيين. انتوا حقين الاسهم خلوكم هنا، انتوا يا السيافين خليكم هنا عند الباب. نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وما ندري مع مين نبدا اول ولا من فين نيجي، لكن هذا الهجوم الاخير يا جماعه الخير، حرفيا هذا الهجوم الاخير. لازم ننتبه من، يا ساتر يا ساتر يا ساتر، والله مره لا، شو اسمه المنجنيق هو المشكله. يا ساتر. اوكي المنجنيق مشكله، المنجنيق. انا بجلس ورا هنا ادمر المنجنيق، لان العله كلها في المنجنيق. اوه هذول ممتازين للمنجنيق، حلو حلو حلو، مره ممتازين للمنجنيق. تعالوا 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 تعالوا، مره ممتازين للمنجنيق. لا تقولي في منجنيق من فوق بس. اوكي وين وين وين؟ تعالوا تعالوا حقين المنجنيق، تعالوا. اوكي لازم ننتبه. منجنيق 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 منجنيق، تكفون. دخلوا 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 دخلوا، لا 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 لا، منجنيق تكفى 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 تكفى. تكفى منجنيق، تعالوا تعالوا للمنجنيق. ايوه استلموا المنجنيق. يا ساتر من باقي؟ تحت تحت تحت، خلاص انا الدنيا انهدت عندي يا جماعه الخير. انا على البركه الان، اكون او لا اكون، حرفيا المنجنيق اعتقد لو ضرب البيت الرئيسي حيطيح. تعالوا اضربوا هذه، اضربوا هنا. ايوه يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا المنجنيق، ابو المنجنيق يروح بس. اوكي راح المنجنيق. استلموا الباقيين ايزي. والله انهدت المدينة، انهدت. لا لا تكفون تكفون تكفون، تقدروا. فزنا، لكن بشق الانفس يا جماعة الخير، والله بشق الانفس. يا ساتر ما بغينا نفوز، حرفيا اصعب مرحلة مرت علي، بس طلعنا منها ليفل 8 ليفل 9 ليفل 10 ليفل 11 حلو، وليفل 12 ايش ابغى اكثر من كذا، وليفل 13 لعيونكم استاهل لايك، ليفل 13 يا جماعة الخير. طيب لهنا وصلنا نهاية الحلقة، اتمنى انكم وصلتوا فيها، وبالله لا تحرموني من اللايك والشير والاشتراك والنشر وكل حاجة عشان تنزل لكم الحلقة الثالثة، والكومنت اذا حابين تشوفوه في الحلقة الجاية. السلام عليكم.